الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة النحل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهمًا فيها واستنباطًا لأحكامها. فلنستمع لآيات من هذه السورة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يذكر الله جل وعلا شيئا من بديع صنعه في هذا الكون، وكيف أنه قدره بهذا التقدير البديع. فبعد أن ذكر جل وعلا خلقه لهذه المخلوقات العظيمة التي ينتفع الناس بها وتكون سببا من أسباب صلاح أحوالهم، فقد أرسل الرسل وخلق السماوات والأراضين وجعل للناس الأنعام والمركوبات وأنزل من السماء الأمطار وأنبت النبات وسخر ما في الكون لهذا الإنسان، بل سخر البحر بما فيه ليكون مما ينتفع به الإنسان. ذكر أشياء أخرى مما ينتفع بها الناس وتكون مما يوضح قدرة رب العزة والجلال، فقال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الرواسي الأشياء الثابتة التي لا تتحرك، والمراد بها هنا الجبال، فقد جعل الله جل وعلا الجبال على الأرض من أجل أن تثبت هذه الأرض ولا تتحرف في سيرها ومشيها. ولذا قال وألقى، أي أنه جل وعلا قد قدر وجود هذه الجبال وقد خلقها لتكون رواسي أي ثابتة من أجل أن لا تحيد الأرض عن طريقها، كما أنه جعل في هذه الأرض الأنهار وهي المياه الجارية التي تجري على مدار العام، وهكذا أيضا جعل فيها السبل وهي الطرقات التي يسلكها الناس، وذلك لأمور منها ما ذكره بقوله لعلكم تهتدون، فقد يكون المراد تهتدون في الأرض بحيث لا تتيهون فيها ولا تضلون السبيل، وقد يكون المراد تهتدون بهذه المخلوقات على خالقها فتستدلون بالمخلوق على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وقال وعلامات، أي أن الله جعل على هذه الأرض علامات يستدل بها الناس على الطرقات من أجل أن لا يتيهوا فيها ولا يضيعوا. قال وكذلك جعل لهم النجم، جعل لهم النجوم التي يهتدون بها فيعرفون بها الجهات، فإن النجوم على أنواع، كل نوع منها يعرف الناس وقت اتيانه ووقت ذهابه والجهة التي يكون فيها، وبالتالي يستدلون بها على معرفة الجهات. وهكذا جعل الله النجوم لهذه الفائدة العظيمة. ثم قال تعالى مقارنا بينه وبين تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله، فقال سبحانه: أفمن يخلق، أي من أوجد هذه الأشياء وأوجد الموجودات من عدم، هل يساوى بمن لا يخلق وليس له أي أثر في الكون؟ أفلا تذكرون، أي أفلا يكون هذا طريقاً وسبيلاً للاهتداء إلى الله وصرف العبادة له بتذكركم بالموازنة بين الخالق الواحد الماجد سبحانه وبين تلك المعبودات التي تعبدونها، فإنها
فإنها أوثان لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر. ثم قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي أن نعم الله عليكم كثيرة متعددة، لو أن أحدكم أراد أن يعددها لم يستطع أن يعدد نعم الله جل وعلا بمجرد ذكر العدد فقط، فضلاً عن ذكر تفاصيلها. والناظر في نفسه وفي الكون يجد النعم الكثيرة، ويجد أنه كل يوم يكتشف أن لله نعماً عليه عظيمة. فإن الله تعالى قد هيأ لنا في هذا الكون منافع كبيرة ننتفع بها. وانظر يا أيها الإنسان إلى بدنك وما فيه من الآيات العظيمة التي تدلك على عظم نعم الله عليك، فانظر إلى سمعك وبصرك، وانظر إلى فمك الذي تتكلم به وتذوق به الطعام وتدخل به أنواع المأكولات والمشروبات، وانظر إلى هذا الهواء الذي تتنفسه يسره الله جل وعلا لك ليكون سبيلاً إلى بقاء حياتك في بدنك، وانظر إلى نعم كثيرة لا تستطيع أن تقوم بعدها فضلاً عن إحصائها. ولذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تتمكنون من عدها كاملة ولا تتمكنون من معرفة عددها. ثم قال تعالى: إن الله لغفور رحيم، الغفور العفو المتجاوز عن ذنوب العباد، بمعنى أنه يصفح عن الزلات ويتجاوز عن الخطايا. ومن مغفرته أنه مع عصيان العباد يمدهم بأنواع من النعم يستفيدون منها في حياتهم. ولذا وصف نفسه بأنه رحيم، فهو يرحم الخلق ولا يزال يمدهم بأنواع النعم. وفي هذه الآية لما كان السياق في ذكر فضل الله على العباد وبيان شيء من النعم الكبرى على الإنسان، قال تعالى: إن الله لغفور رحيم، بينما في سورة إبراهيم قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإنه لما ذكر أن الله أنعم على الإنسان وأعطاه من كل ما سأل، وكثرت نعم الله على العبد، إلا أن العبد لم يقابل ذلك الإحسان إلا بالظلم والكفور والإساءة. ولذا ناسب في سورة إبراهيم أن تذكر صفات العبد، وناسب في سورة النحل أن تذكر صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر جل وعلا شيئاً من صفاته التي تجعل النفوس تخاف منه وترجوها وتستشعر مراقبته، فقال: والله يعلم ما تسرون، أي ما تبطنونه وتجعلونه في صدوركم، سواء من الاعتقادات أو من الانطباعات والعواطف أو من الكلام. وكذلك يعلم ما تعلنون، أي جميع ما تظهرون فإن الله يعلمه، ولا يخفى عليه شيء من أموركم، سواء كان ما تعلنونه من الأفعال أو من الأقوال أو من غيرها من ما يتعلق بعملكم. وهذا
يجعل الإنسان يستشعر مراقبة الله تعالى. ثم قال سبحانه مقارناً بين نفسه وبين أولئك المعبودات من دون الله، فقال والذين يدعون من دون الله، أي تلك المعبودات التي تعبد من دون الله من الأوثان والأصنام والحيوانات، وحتى من البشر ومن الصالحين ومن الأنبياء عليهم السلام، لا يخلقون شيئا بل هم يخلقون، فالله هو الخالق، وهذه المعبودات مخلوقات لا تخلق شيئا. وبالتالي ليكن من شأن الناس أن يستدلوا بأمر الخلق على أمر العبادة، فالخالق هو المستحق للعبادة، أما المخلوق فعليه أن يقوم بالعبادة. وقد فسر ابن عباس قوله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون بأن المراد به خلق النعم، فالله جل وعلا هو الذي يخلق النعم ويهبها للعباد، أما تلك المعبودات فإنها لا تهب هذه النعم لأحد. ثم قال تعالى أموات غير أحياء، أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله أموات، فإن الأصنام والأوثان ليس فيها حياة، فبالتالي من لم يكن فيه حياة فكيف يتوجه له بالدعاء والعبادة، وكيف يطلب منه أن يحيي الناس إما بالرزق وإما بالعلم والوحي. ثم قال وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يعلمون متى وقت البعث الذي يبعثون فيه. وقوله وما يشعرون أيان يبعثون استشكلها طائفة من أهل العلم، فقالوا هذا الحديث عن الأصنام والأوثان وهي لا تبعث لأنها أصلاً ميتة. فقال طائفة في جواب هذا بأن هذه اللفظة تشمل جميع المعبودات، ومن ذلك من يعبد الأولياء والصالحين والأنبياء فإنه يصدق عليهم هذا المعنى. وقال آخرون بل تلك الأوثان تبعث يوم القيامة ويطلب منها أن تشهد على من عبدها بأنها لم تأذن له في تلك العبادة. وقد ورد أن ما يعبد من دون الله سيكون من حصب جهنم. ثم قال تعالى مقارناً بين هذه المعبودات وبين الله تعالى إلهكم إله واحد، أي المعبود الذي عليكم أن تتوجهوا إليه بالعبادة معبود واحد، ولا يصح لكم أن تعددوا المعبودات فتصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. ثم قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي أن أولئك الذين لا يؤمنون بوجود يوم معاد يحاسب فيه العباد ينكرون أن تصرف العبادة لله وحده، ويتوجهون بعباداتهم لغير الله تعالى، ولذا نجد أنهم يستكبرون عن دعوة الحق دعوة التوحيد التي تطالبهم بإفراد الله بالعبادة. ثم قال لا جرم، أي من الأمور الحقة التي لا شك فيها ولا تردد أن الله يعلم ما يسرون أي ما يخفون وما يعلنون أي ما يظهرون، إنه لا يحب المستكبرين،
فمن كان من أهل الكبر والتكبر عن عبادة الله فإنه حينئذ يدخل في زمرة من لا يحبهم الله جل وعلا. ثم ذكر من صفتهم إعراضهم عن دعوة الحق، فمع أن الأنبياء قد وردوا إليهم بالحجج الواضحة والبراهين البينة التي من تفكر فيها علم أنها الحق، إلا أنهم إذا جاءتهم هذه البراهين أعرضوا عنها ووصفوها بأوصاف على جهة التخرص من أجل أن ينفروا الناس منها. فقال تعالى: وإذا قيل لهم، أي إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم، أي ما هذا الكتاب الذي وصل إليكم، وما هذا القرآن العظيم الذي تستمعون لحججه وبراهينه، ما كان منهم إلا أن وصفوه بأوصاف تنفر الناس منه، فقالوا أساطير الأولين، أي أنها قصص خيالية لا تمت للواقع ولا للحق بشيء. ولذا يقولون أساطير الأولين، أي القصص التي قصها السابقون، قام محمد بتسجيلها في هذا الكتاب، ولم يلتفتوا إلى أن هذا الكتاب قد اشتمل على الأدلة الواضحة والأحكام المصلحة، واشتمل أيضا على قصص الأنبياء، واشتمل أيضا على المواعظ العظيمة التي تهز القلوب هزا. وحينئذ كان عليهم أوزار كبيرة يأخذونها ويتحملونها، ولذا قال ليحملوا أوزارهم، أي الآثام والذنوب التي نتجت عن أفعالهم كاملة، أي لا ينقص منها شيء، وذلك لأنهم استمروا على التكبر ولم ينقادوا لدعوة الحق. فسيحملون أوزارهم يوم القيامة كاملة لا ينقص منها شيء، لأنهم لم يقدموا على أفعال تغفر بها ذنوبهم، بخلاف أهل الإيمان فإنهم إذا جاءوا يوم القيامة يكفر عنهم من سيئاتهم ولا يحملون أوزارهم كاملة. ولذا قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ويوم القيامة يوم الساعة الذي تقوم فيه الأجساد فتنفخ فيها الأرواح مرة أخرى. وكذلك يحملون من ذنوب وأوزار الذين يضلونهم، أي كانوا سبباً في عدم استجابتهم لدعوة الحق بغير علم، أي أن من تبعهم على جهة التقليد وليس على جهة الاستدلال والنظر والتعرف على الأدلة. فقوله بغير علم، أي أنهم تركوا سبيل الحق واتبعوا سبيل هؤلاء المضلين على جهة التقليد بدون أن يكون منهم رغبة في اتباع العلم الذي ورد في كتاب الله جل وعلا. ثم قال ألا ساء ما يزرون، فما حملوه من الذنوب سيسوء وجوههم يوم القيامة، فتكون سيئة رديئة في ذلك اليوم بسبب ما حملته من الأوزار. ثم بين تعالى أن معارضة أنبياء الله والوقوف في دعوة الحق ليس أمراً جديداً، بل هو من الأمور التي وجدت في تاريخ البشرية من أوائلها، ومع ذلك فالعاقل
عندما يشاهد حال أولئك الذين عارضوا دعوات الحق يجد أنهم كان عندهم إمكانات وعندهم قوة وعندهم عدد كثير وقد مكروا دعوة الحق فكادوها بأنواع المكائد، إلا أن ذلك لم ينجهم شيئا ولم يسلمهم من عقوبات الله تعالى. فقال سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم. قد للتحقيق، مكر المكر يراد به التدابير الخفية التي لا يعلم الآخرون بها، فقد دبروا وخططوا خططا كثيرة. الذي قد خطط الذين من قبلهم ومع ذلك لم تنفعهم تلك التدابير ولم ينجهم ذلك المكر، وإنما ارتدت الأمور عليهم فجعل الله العاقبة عليهم. ولذا قال سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أنه قد جاءهم من حيث لا يشعرون فأوقع عليهم بنيانهم بإفساد القواعد التي بني عليها ذلك البنيان. وقد أتى الله جل وعلا بذكر البنيان لينبه بالبنيان الحسي على البنيان المعنوي، فإن تدابيرهم ومكرهم بنيان معنوي، ومع ذلك قد أتى الله جل وعلا على ذلك البنيان فأنزل الله جل وعلا العقوبات الشنيعة بهم. فقال سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي جاءهم من حيث لا يشعرون وفي مكان لم يكونوا يتوقعون أن يأتيهم فيه عقوبة. فقال: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وحينئذ خر عليهم السقف من فوقهم، أي أن ما قدروا أنه يقيهم من أنواع المخاوف هو الذي وقع عليهم. ولذا قال: فخر، أي سقط عليهم السقف من فوقهم. وأتى بهذه اللفظة من فوقهم مع أن من المعلوم أن السقف يكون فوق الإنسان ليبين أن سقوط هذا السقف لم ينحرف يمينا ولا شمالا، وإنما كبس على من كان تحته، وحينئذ يكون أثره على من تحته أعظم من أثر من يصيبهم على جنب. ثم قال: وأتاهم، أي أرسل الله عليهم عذابه من حيث لا يشعرون، أي من الجهة التي لم يكونوا يتوقعون أن العذاب يأتيهم منها. ثم قال: هذا العذاب الذي جاءهم في الدنيا ليس هو العذاب الأخير، بل العذاب الأشد سيكون يوم القيامة. ولذا قال: ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يجعل لهم الذل والخزي والندامة في ذلك اليوم، وحينئذ ينادون ويقال لهم: أين الذين تعبدونهم من دون الله؟ يقول الله عز وجل لهم: أين شركائي بزعمكم الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أي تكونون بهم في ناحية وشق تقابلون به دعوة أهل الحق وتجعلون الناس يعرضون عن الحق وأهله. ويقول الله لهؤلاء المشركين على جهة التبكيت لهم: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟
حتى يتمكنوا من نصركم ومن إبعاد العذاب عنكم، وحتى يتمكنوا من إخراجكم من نار جهنم. وفي ذلك اليوم يستشهد الله علماء الشريعة فيقول: قال الذين أوتوا العلم، أي أن العلماء يشهدون في ذلك المقام ويبينون حكم الله تعالى: إن الخزي، أي الذل والندامة اليوم، والسوء، أي العاقبة السيئة التي تسوء صاحبها وتجعله يندم عليها، ستكون على الكافرين الذين لم يقوموا بعبودية الله تعالى. أولئك الذين تتوفاهم الملائكة، أي أن الملائكة تقبض أرواحهم ظالمي أنفسهم، أي ماتوا على الشرك والكفر ظالمين لأنفسهم، لأن شركهم وظلمهم وكفرهم إنما تعود غائلته وآثاره عليهم. وإلا فإن الله تعالى غني عن العباد، غني عن عباداتهم. ثم قال: فألقوا السلم. أما السلام أو الاستسلام في ذلك اليوم، وكان من قولهم أن أنكروا أنهم أشركوا، وأنكروا أنهم أذنبوا، وأنكروا أنهم كفروا، فقالوا: ما كنا نعمل من سوء، أي لم نكن في الدنيا نشرك ولم نكن في الدنيا نكفر. خالفوا بذلك ما كان منهم في الدنيا، ولم يعلموا أن الله مطلع عليهم، عالم بهم، بل عالم بأسرارهم. ثم تشهد عليهم تلك المعبودات فتبين أنهم قد عبدوها، ثم تتبرأ منهم. ثم إن الله ينطق أبدانهم وجوارحهم، فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بل تشهد عليهم جلودهم، فيقولون: يا أيها الجلود، إنما حاججنا عنكم من أجل ألا يلحقكم العذاب في نار جهنم. فيقول الجلد: أنطقنا الله الذي أنطقكم أول مرة، وهو بكل خلق عليم. فإن الله مطلع على أحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أموركم، ولذا قال: إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا. ولذا قال: فادخلوا أبواب جهنم، أي أن الله يحكم عليهم بأنهم من أهل النار خالدين فيها، أي سيبقون في نار جهنم أبد الآباد، لا يخرجون منها. وحينئذ يقال: فلبئس مثوى المتكبرين، أي أن المقام الذي يؤول إليه أهل التكبر عن عبادة الله مقام بئيس بغيض، لا ترضاه النفوس ولا تقبل به. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة وحكم وأحكام. فمن ذلك فضل الله جل وعلا على العباد بأن أرسى لهم هذه الأرض بإقامة الجبال فيها. وفي هذه الآيات أن من فضل الله على بني آدم أن جعل لهم في هذه الأرض الأنهار التي يشربون منها ويسقون بهائمهم. وفي هذا دلالة على أن مياه الأنهار طاهرة، يجوز شربها ويجوز الوضوء بها. وفي هذه الآيات جواز الأسفار، لأن الله جل وعلا قد امتن على العباد بأن جعل لهم في الأرض سبلاً
وطرقا يسلكونها. وفي هذه الآيات أن من فوائد هذه الجبال والأنهار والطرقات أن يهتدي الناس في طرقاتهم. وفي هذه الآيات بيان فائدة من فوائد النجوم، ألا وهي معرفة الجهات بمعرفة مواطن هذه النجوم. وفي هذه الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق، على توحيد الألوهية بأن الله هو المستحق للعبادة، فمن خلقنا ورزقنا فيجب علينا أن نعبده جل وعلا. وفي هذه الآيات كثرة نعم الله على العباد بحيث لا يتمكنون من إحصائها. وفي هذه الآيات مغفرة الله للعباد على ما يحصل منهم من تقصير وزلة متى عادوا إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات عموم علم الله لما في الكون، وخصوصا ما يعمله بنو آدم مما يظهرونه أو يسرون به. وفي هذه الآيات بيان أن المعبودات التي تعبد من دون الله لا تخلق شيئا، ومن كان لا يخلق شيئا فلا يجوز صرف شيء من العبادة له. وفي هذه الآيات بيان أن المعبودات التي عبدت من دون الله خلق من خلق الله، خلقها الله تعالى، وبالتالي فهي مربوبة مخلوقة، فمن أراد أن يعبد فليعبد خالق هذه المعبودات. وفي هذه الآيات بيان أن الأصنام ميتة وليست بحية، وفي هذا دلالة على وصف الجمادات بالموت وأنه لا حرج في مثل ذلك. وهناك طائفة قالت بأن الجمادات لا توصف بحياة ولا بموت لأنها لا تقبل الصفتين، وهذا كلام خاطئ، فإن الله تعالى هنا قد أثبت لها الموت، وإذا نفينا عنها الموت فإنه يلزم علينا أن نثبت لها الحياة، لأن صفة الحياة وصفة الموت صفتان متقابلتان متنقيضان، إذا انتفت إحداهما وجدت الأخرى، ولا يتصور اجتماعهما كما لا يتصور زوال كلا الصفتين في وقت واحد. وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا حي، فهو الحي وله الحياة الكاملة التي لا يتطرق إليها ما يضادها بوجه من الوجوه، فلا موت ولا نوم ولا سنة. وفي هذه الآيات ذكر بعث الله للعباد وأنه سيبعثهم. وفي هذه الآيات إثبات حق الله في العبودية والألوهية وأنه واحد في هذا الباب، وبالتالي لا يجوز أن تصرف العبادات لغير الله تعالى، فعبادة الصلاة لله وحده لا يصلى لأحد سواه، وعبادة السجود لله وحده لا يسجد على جهة العبادة لغير الله، عبادة الركوع إنما تكون لله تعالى وحده، عبادة النذر لا تكون إلا لله وحده، عبادة الذبح لا تكون إلا لله وحده، والخوف الذي هو عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله، والتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. وفي هذه الآيات
أن من أعظم ضلال الخلق أن من أعظم أسباب ضلال الخلق غفلتهم عن الآخرة، بحيث لا يستعدون لها ولا يؤمنون بها. فالغفلة عن الآخرة من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يصرف عبادته على جهة التوحيد، كما أن التكبر عن طاعة الله من أعظم الأسباب في ذلك. وفي هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، فإنه لما قال لا يحب المستكبرين معناه أنه يحب طوائف أخرى، فدل هذا على اتصاف الله بصفة المحبة، فهو يحب ويحب. وفي هذه الآيات تحريم الكبر وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ولذا قال إنه لا يحب المستكبرين. وفي هذه الآيات أن إعراض الكفار عما نزل من الوحي، مع أن فيه من الأدلة المقنعة والبراهين الواضحة ما لو استمع إليه البشر مع عقول حاضرة لكان ذلك من أسباب إيمانهم. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل والكفر يعرضون عن الوحي فلا يستمعون للقرآن، بل يصفونه بأوصاف تجعل الناس ينفرون منه. وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الشرك يصفون ما جاء من الوحي بأنه مما ورث عن الأمم السابقة من القصص التي تكون بينهم، وما شعروا أنه من عند الله تعالى. وفي هذه الآيات أن أهل الكفر والشرك لا يغفر لهم، فيأتون يوم القيامة وذنوبهم ومعاصيهم على ظهورهم كاملة غير ناقصة، بل يتحملون أيضا من كانوا سببا في ضلاله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وفي هذه الآيات أن ما يحمله الكفار من الأوزار يوم القيامة يسوءهم ويجعل وجوههم ذليلة خاضعة، وما ذاك إلا لسوء ما يحملونه. وفي هذه الآيات بيان أن من صد عن طريق الحق لم يصد عن دليل، وإنما صد عن جهل وعن إعراض وتكبر، ولذا قال تعالى يضلونهم بغير علم، أي أنهم يجعلونهم يتركون سبيل الحق بدون أدلة واضحة. وفي هذه الآيات تذكير الأمم الحاضرة بالعقوبات التي حصلت على الأمم الماضية من أجل ألا ينخدعوا بالدنيا، فيكون من آثار ذلك أن يستعدوا لآخرتهم. وفي هذه الآيات أن الإشكال على أهل الإسلام ليس بسبب قوة أعدائهم ولا بتخطيطهم ومهارتهم ولا بما لديهم من العدد والعتاد والعدد، وإنما الإشكال من عمل أهل الإسلام، فالمصائب إنما تحل عليهم بسبب ذنوبهم، ولا يسلط عليهم عدوهم إلا بسبب إعراضهم وذنوبهم.
وفي هذه الآيات التذكير بأن مكر الأمم السابقة بأنبيائهم لم يسلمهم من عذاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إهلاك الأمم بالأسباب التي يظنون أنها هي قوتهم وسر قدرتهم. ولذا ذكر أن الله يأتي إلى هؤلاء إلى القواعد من بنيانهم. وفي هذه الآيات أن قدرة الله على هزيمة أعداء الإسلام عظيمة، ولكن الإشكال ليس في القدرة وإنما في قابلية أهل الإسلام لأن ينصرهم الله بسبب ما كان عندهم من مخالفة أمره. وفي هذه الآيات بيان أن القدرة الإلهية تشمل جميع المخلوقات بلا استثناء. وفي هذه الآيات أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فقد يؤخر العذاب على بعض الناس ولكنه لا بد أن يوقع بهم العقوبة لا محالة وإن تأخر الأمر. وفي هذه الآيات ذكر شيء من أحوال يوم القيامة ومن وقوف أهل الباطل والزيغ والمنكر في ذلك الموقف الرهيب من أجل أن يغفر لهم، فلم يكن معهم من الصلاة ولا من العبادة شيء ينجيهم في ذلك اليوم. ولذا قال ثم يوم القيامة، ثم أي بعد ذلك هم من هؤلاء الكفار يوم القيامة يخزيهم الله، أي ينزل بهم الذلة والصغار والاحتقار، وبالتالي ينادي على جهة التبكيت لهم: أين شركائي؟ أي أين معبوداتكم التي صرفتم لها بعض العبادة؟ أين هؤلاء؟ قال: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ وفي هذه الآية بيان أن أهل الباطل يحاولون أن يكونوا في جهة منفصلة عن أهل الإسلام لئلا يلزموا بشيء من الشرائع الظاهرة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يستشهد أهل العلم في ذلك الموقف العظيم. وفي هذه الآيات التنبيه لأهل العلم بأن ما أعطوه من العلم هو منة من الله تعالى، فالله هو الذي أعطاهم هذا العلم. قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم. وفي هذا دلالة على أن اسم العلم إذا أطلق في الشرع فالمراد به العلم بالعلوم الشرعية الدينية. وفي هذه الآيات أن العبد المشرك ظالم لنفسه، وأن صاحب الذنب والمعصية ظالم لنفسه. وفي هذه الآيات إثبات وفاة هؤلاء الكفار، وأن الملائكة هي التي تتوفاهم. وفي هذه الآيات بيان أن الشرك من الظلم، ظلم الإنسان لنفسه. وفي هذه الآيات أن من ألقى السلام أو شعار السلم ينبغي أن يصدق في ذلك إلا أن يكون في القرائن ما يعارضه. وفي هذه الآيات أن الكذب وإنكار ما فعل من أنواع الذنوب والمعاصي،
لا ينجي، أن إنكار ذلك لا ينجي صاحبه شيئا، فإن الله تعالى مطلع على أحوال الإنسان عالم بها. وفي هذه الآيات إثبات عموم علم الله بالكائنات، فلا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان مصير الكافرين والمشركين، أنهم يصيرون إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وقوله خالدين فيها، أي أنهم يستمرون في نار جهنم لا ينقطعون عنها. وفي هذا رد لقول بعض السلف بأنهم في آخر الأمر يجمدون، ورد لقول بعضهم بأنهم يفنون آخر الأمر، وقول بعضهم بأنهم ينقلون إلى الجنة. فظواهر النصوص تدل على أن الكفار يخلدون في نار جهنم أبد الآباد. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في عدد من آيات كتابه، أن أهل النار يكونون فيها خالدين أبدا، كما ذكر الله تعالى ذلك في أواخر سورة النساء وأواخر سورة الأحزاب وأواخر سورة الجن. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يبكتون على ذلك، فإنهم يطلبون الخروج من نار جهنم فلا يستجاب لهم في ذلك. وفي هذه الآيات تحريم الكبر بالترفع عن الخلق وباستصغار الآخرين والاستنقاص من مكانتهم. فهذه آيات عظيمة، فيها آيات كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.